يسبكون الدماء ويقولون لبيك يا رسول الله، يهدمون المساجد ويهجرون الآمنين ويقولون لبيك يا رسول الله، يفسدون في الأرض ويقطعون الطرقات ويروعون الآمنين ومع هذا يقولون لبيك يا رسول الله. أي تلبية لرسول الله؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فيا أيها الناس، إن مما يجدر التنبيه عليه أنكم تسمعون ويسمع الكثير ما يجري هذه الأيام من الرافضة مما يدعونه زورا وبهتانا أنه محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقيمون ذلكم الاحتفال بالمولد الذي هو احتفال سياسي تكبرا وبطرا وأشرا وخيلاء، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاحتفال بمولده ولا من هدي صحابته، بل مئات السنين عاش الصحابة ومن بعدهم والقرون المفضلة ولم تحدث هذه البدعة إلا في زمن الرافضة العبيديين الفاطميين، وهذه البدعة كما سمعت داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء الرافضة شرهم عظيم على المسلمين، ويتخذون مثل هذه المواسم المحدثة لنشر بدعهم، يختلسون الأموال ويوزعون على الناس شيئا من الأطعمة بمناسبة المولد. ليس ضررهم فقط على دنيانا، بل الأعظم من ذلك الضرر على ديننا، فإنهم أرادوا تحويل عقيدة السنة التي عليها عامة أهل اليمن. أهل اليمن يعظمون الكتاب، يعظمون السنة، يعظمون الصحابة، يعظمون معتقد السلف، إلا من فسدت فطرته. وهؤلاء الرافضة أرادوا تغيير هوية اليمن إلى قطعة من الاثني عشرية الإيرانية الرافضية. فلا تنسوا أن هذا بلاء عظيم على بلادكم، تتضرعون إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، ولا تغتروا بالإعلام ولا بالإرجاف ولا بالتخويف، وظلمهم سيكون سببا لزوالهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيا عبد الله، اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكن سائرا على طريقته تنجو من الفتن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كنت في آخر الزمان تجد الغربة لكثرة الجهل وفشوه بين الناس وقلة العلم، ولكن هذا أمر لازم في عنق كل من يحمل الكتاب والسنة، أن يبلغ الناس وأن ينذرهم وأن يحذرهم من ضرر المحدثات